مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا تتابعوا فينا على القناه الوطنيه الثانيه. مرحبا بكم في المساحه الثقافيه اللي نقابلوا فيها من خلال برنامج الثقافه بلس. تكونوا حاضرين معنا في اغلب التظاهرات الثقافيه. اكيد تعودتوا بالفقرات اللي نقدموها انا وزميلتي نوال اسكنديجي وكامل الفريق الصحفي. اكيد تكون حصتنا بدايه. مشاهده طيبه لكم الكل. ضربة البداية من ثقافة بلوس باش تكون بأوماج نظمته الإذاعة الثقافية للمرحوم كمال عمران. كان من تقديم زميلنا سفيان العرفيوي. خلينا نتفرجوا على الأوماج هذه ثم نرجعوا. نظمة إذاعة تونس الثقافية لقاء إذاعيا مباشر تكريم لروح الفقيد وإحياء لأربعينية الراحل الدكتور كمال عمران بمدينة الثقافة. هذا الرجل يستحق كل التكريم والاعتبار لأنه خدم الثقافة التونسية والمعرفة بصفة عامة. كان الرجل يعني جامعيا ومثقفا وإعلاميا، إذن هو متعدد المواهب، له مواهب متعددة. كمال عمران ثروة وطنية من واجبنا الأخلاقي، خاصة أنه هو آخر علاقة شغلية ما بين قوسين كان معنا في برنامج الأمم الحضارة التونسية. فأعتقد أنه ما نجموش نخليه ذكرى رجل تمر في نسيان أو سبات. فبالتالي حاولنا نجمع أكثر ما يكون من الأطراف، الأصدقاء، الجامعيين، الأسرة متاعه. عملنا هدية رمزية للرجل، ومهم جدا إيمان أنه نحتفي وننحني احتراما للقامات هذه. كما شفتوا المعرض زاد كيف إن شاء الله من المبادرة يولي مشروع، خاطر مهم ما قدمه الرجل ومهم أنه نحتفي به ونستظله بظله ويكون قيمة من القيم الأخلاقية والثقافية والأكاديمية التي بها نهتدي. سي كمال عمران كأب كيفاش كان معاكم؟ الله يرحمه كان صاحبنا، ما كانش بو، كنا صحاب، كان مدللنا برشا، انا واسماء وايا اختي الوسطانيه، مدلل ماما، كان ديما يغني في الدار مع اولادنا الصغار، كان ديما ينكت، ديما نكت في على الاقل حاجه ينكت لنا يضحكنا، ديما يحبنا نضحك ونبداو هكا متقلقين ولا حاجه. قلتها دايوغ من بكري، ديما نقول يا عايش بنتي ابتسمي، نحبك ديما تضحك. انا البنيه الصغيره كان دللني والحمد لله يا ربي. بابا ما كانش في البو بركه، كان يلعب دور البو والخو والصاحب ونحن ما عندناش خو وليد، كان هو خونا ينصحنا كخو ينصحنا كبو يدللنا كل شيء. الحمد لله يا ربي عمره ما حرمنا من حاجه، وحتى بعد ما ماتوا خلينا فخر كبير نكملوا نعيشوا بيه، ورساله ان شاء الله تتكمل معناها نحن صغار وصغار وتلامذته زاده مش كان نحن. كمال عمران في الحقيقه من فقد من الفتره اللي وفاته الله يرحمه اكتشفت انه له برشا محبين وبرشا معجبين، وهذا الشخصيه كان لها الاثر في نفوس الناس، وفكرت فيه بيني وبين نفسي اني هذا سوف يكون له اثر في ذاتي في من ضمن هذا، لاني انا عندي مشروع قاعد النظر عليه من 2005 رموز البلاد واصلاحيين البلاد، فهمتي؟ تو لقيت هذه الشخصيه المهمه اللي ما لا يكون من ضمن اعمالي، وفي الحقيقه اتحدي الفرصه للاذاعه الثقافيه ان نكون نرسم كتكريم لهذا الرمز، وهذا يشرفني جدا، وان شاء الله يكون من ضمن اعمالي اللي قاعد نحضر فيها وتقدمت بها هذا المشروع قدمت به، ان شاء الله يلا يلاقي اقبال استحسان واقبال الدعم، لانه مشروع هي مشروع وطني يشمل رجال الاصلاح من بدايه نشاء العلم الى فترتنا الحاليه، في برشا رموز وشخصيات، وان شاء الله يكون هو مشروع دوله، ان شاء الله يلاقي استحسان ويلاقي اقبال. كيف
كل يوم تكون أخبار النجوم حاضرة معنا، وكيف كل مرة زيدة تكون حاضرة معنا الفنانين التوانسة وإلا العربة. من المرة هذه باش نعيشوا على واقع المونديال، باش نحكيوا على كريستيانو رونالدو، الخطبة زعما عمل الخطبة وإلا ما عملش خطبة، باش نحكيوا زيدة على تيم حسن وجورج وسوف اللي يشجعوا في المنتخب البرازيلي، باش نحكيوا على برشا فنانين في أخبار النجوم. خلينا نتابعوها مع بعضنا ثم نشوفوا. أحلى ما فيها، أحلى ما فيها عكسه هو الوحش اللي فيها، بس أحلى ما فيها الناس الموهوبة الحقيقية الخلوقة واللي عندها كرامة واللي عندها موهبة واللي عندها لطف وروح لطيفة، وهدول الأشخاص بيضيفوا للحياة، بالتأكيد بيضيفوا، والعكس هو العكس. اليوم نحن دائماً لازم نشجع الأشخاص اللي عندهم هاي الكرامة والموهبة واللطف والتهذيب والأخلاق. اسمحوا لي أقدم حبيبتي وأختي الصغيرة كوكي كارمن، حتغني معي أغنية بحبوها كتير. نشرت الفنانة كارمن سليمان صورة مع أصالة من كواليس حفلها الأخير اللي أقيم في المملكة العربية السعودية، وكتبت كارمن تعليق على الصورة أقول عليها إيه ولا إيه، جميلة قلبا وقالبا وحبوبة وجدع وكرم الدنيا فيها ونجمة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وتشرفت إني غنيت مع صوت عبقري زي صوت أصولة. وكانت أصالة مسحت كارمن من خلال الحفل وقالت إنها لا تأكل حتى يصبح جسدها نحيل، ولكن مهما فعلت لن تصل إلى جسد كارمن ورشقتها. وكانت كارمن قدمت مجموعة كبيرة من أغنيتها اللي تفاعل معها الجمهور، في إشارة إنه كارمن قبل الحفل بأيام تعرضت لحادث هي وابنها زين، تم نقلها للمستشفى وين طمنهم الطبيب على صحتها وصحة ولدها. التقديم الفظيع ابدا. عايزه اقول لك بس الاول انه انا يعني شرف كبير جدا. بعرف وما تقولي لا ما بقى مو هيك، لا انا كنت عم اقول لهم معلومة مشان مرات الناس بتلخبط، فقلت معلومة مشان يعرفوا قد ايه انت يشوفوكي مثل ما انا بشوفك، يعني بنت بيت حقيقية. يلا يلا يا ولود. يبدو أنه نجم كرة القدم الشهير، نجم فريق ريال مدريد ونجم المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو استغل فعالية كأس العالم ليتوجه على المستوى الشخصي ويتقدم بطلب يد حبيبته عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز. استطاعت عدسات الباباراتي خلال مباراة المغرب والبرتغال من رصد المشجع الأهم بالنسبة لرونالدو، وهي حبيبته تلبس خاتم في يدها اليسار أشبه بخاتم الزواج، واللفت الانتباه أنه جورجينا رفعت يدها وتفخرت بالخاتم بعد ما سجل كريستيانو الهدف الوحيد في الدقيقة الرابعة.
وفي سياق منفصل يبدو أن رونالدو ينتظر طفله الخامس والثاني من جورجينا، حيث بدأت شائعة الحمل الثاني بعد أن ظهر جورجينا ببطن منتفخ في أسبوع الموضة وتابعتها بصور عديدة على الانستغرام وهي تخبي في كرشها، وكان جورجينا أنجبت طفلتها الأولى ألينا مارتينا من رونالدو في نوفمبر، وذلك بعد 4 أشهر من ولادة توأمي إيفا مارينا وماتيو خلال مشاركته لبطولة كأس القارات. عبر جورج وسوف على تأييده للمنتخب البرازيلي في المباراة اللي لعبها ضد كوستاريكا ضمن مباريات كأس العالم من خلال وضع قبعة رياضية سوداء على رأسه عليها علم البرازيل وعبارة لا تاكلوا هم، والفنان تيم حسن اللي اشتهر بترديد هالعبارة هذه في مسلسل الهيبة من خلال شخصية شيخ جبل أعاد نشر هو بيدو صورة الوسوف عبر حسابه على تويتر وعلق عليها لا تاكلوا هم، وما نعرفوش إذا كان تيم حسن أعاد نشر صورة الوسوف لكونه يحبه أم لأنه مشجع ومؤيد للمنتخب البرازيلي، أما أنه الأمر ما يتعداش أنه يأكد على نجاح مسلسل الهيبة بجزئيه ومحبة الناس والمشاهير لشخصيته ودوره في مسلسل الهيبة. يشار أنه جورج وسوف أحيا حفل ناجح في كازينو لبنان بمناسبة عيد الفطر المبارك، في حين أنه تيم حسن يقضي إجازته مع أولاده ورد وفهد. بلوس يكون مع واحد من شبان الفنانين التشكيليين او النحات التشكيلي محمد بوعزيز. الفنان هذه قاعد يشق في طريقه، قاعد بطريقته هو يساهم في تجميل المدينه. انحط للزعيم والنقابي فرحات حشيت سكولتور مزيان برشا، تنقل زميلنا حسني دبيش، خلينا نشوفه معاها التفاصيل ثم نرجع. إبداع فني يساهم في جمالية شوارع مدينة رادس بتركيز نسب تفكيري تخليدا لذكرى وفاة الشهيد فرحات حشاد بمفترق مدخل الزهرة بتنظيم النيابة الخصوصية لبلدية رادس. اعتراف من النيابة الخصوصية ببلدية رادس بالتضحيات الكبيرة للزعيم النقابي الشهيد فرحات حشاد اللي معناها كانت له بصمة في تاريخ تونس على المستوى الوطني والعالمي على المستوى السياسي والنقابي. ارتأت النيابة الخصوصية تكريم وتخليد لذكراه نياقة تهيئة نتاع مفترق دائري في موقع استراتيجي بالمدينة لتجسيم نصب تذكاري خاص بالشهيد بحكم اللي هو اقتن في مدينة رادس لمدة تقريبا جهزت أكثر من 7 سنوات وتم اغتياله كذلك في مدينة رادس. واعتراف بالجميل لرمزية هذه الشخصية الوطنية تم تهيئة المفترق الدائري الموجود في مدخل المدينة من جهة الزهرة حذو المدينة الرياضية في موقع استراتيجي هام، وإحداث نصب تذكاري متميز فيه زوز عناصر، فيه القاعدة من مادة الرخام وكذلك الجهاز النصفي الفوقي من مادة البرونز بكلفة جملية 130 ألف دينار مع التهيئة نتاع المحيط عن طريق شركة خاصة في حدود 85 ألف دينار باش يكون معناها هناك تلائم وتجانس بين النصب التذكاري والمحيط اللي موجود به، وكذلك إعطاء معناها أكثر معناها رمزية وجمالية لهذا الفضاء.
انجزنا المشروع هذا اللي هو فيه لو مارياج ما بين لي بلانت ميديترانيان اللي هما معناتها النباتات المتوسطيه وفي نفس الوقت يكونوا ريزيستانت للي نجموا يقعدوا معناها ويسانتيغر في نفس الوقت مع المونيمون اللي تعمل البيست نتاع الشهيد فرحات حشيد. بالنسبه للعمل هذايا هو نصب تذكيري للزعيم الراحل فرحات حشيد. هذا التمثال النصفي هو مجسم من ماده البرونز يعني بالنسبه للمراحل الشغل هذه تم معناها عند عده مراحل بين هي المجسم الاولي اللي باش نصبوا عليه القالب فيما بعد تم عمليه يعني التحضير ومن بعد يمشي للفوندري اللي هي باش نصبوه بالبرونز يعني وبعد ذلك يعني تتم اللي يسمى يعبر عنه بالباتيناج اللي هو نعطيه اللون النهائي يعني للبرونز. يعني العمل هذا هو عمل يعني مشترك بيني انا وصديقي الفنان محرز اللوز. كانت يعني كل تقسمنا مراحل العمل كله يعني باش خاطر هو يعني فيه عديد المراحل يعني صعبه كل شيء قمنا بتقسيم المراحل باش نسهلوا لبعضنا يعني العمليه ككل. نتمناو اللي يكون الناس يعني المشاهد على خاطر هو اللي مش يعطينا النظره نتاعو اسكو هو مش هو. انا هذيا نحب نعرج عليها شويه راهو النحت يعني النحت على الشخصيات وعلى الكل في اغلب في العالم الكل الاكثريه يصير انطلاقا من صور. يعني احنا حاولنا نجتهدوا لو ماكسيموم بالصور اللي موجوده من الدوله عندنا واللي نعرفوها وحاولنا نعطيو خاطر في الاخر الاناتومي ولا العينين ولا الخشم ولا الفم فيهم دي نورم يعني هكا خدمنا على نورم اكاديميك وام ميم طون خدمنا على شبه اللي موجود في الصور اللي عندنا. اعطاء جماليه ورمزيه لهذا الفضاء وتشجيع فنانين لابراز ابداعاتهم وابتكاراتهم مثل هذه التظاهرات من المحبذ تكرارها لتحفيز وتشجيع المبدعين. المواعيد الصيفية والسهرات أكيد أنتم في الانتظار انطلاقة المهرجانات وكيف العادة ديما تكون المواعيد الثقافية وانت نجم تمشي وتسهر وتكون حاضرة معنا من خلال رونديفو. الفقرة هذه اليوم تحضر لنا زميلتنا إيمان السيد. نهار 3-26 جوان الجاري تنطلق فعاليات الدورة الأولى لأيام قرطاج الكوريغرافية وتتواصل لغاية 1 جويلية 2018. دورة تحتفي بالجسد الراقص ضمن برمجة متنوعة من تونس وخارجها عبر 40 عارض في قاعات مدينة الثقافة قاعة الفن الرابع الريو والحمراء. الأربعاء 27 جوان 2018 تنطلق الدورة الخامسة لتظاهرة جو تونس وتتواصل لغاية 1 جويلية. حدث ثقافي سيقام في 4 أماكن مختلفة: المقر القديم لبورصة الشغل بتونس، كنيسة العوينة، مطبعة دار سيراس للنشر بمونبليزير، ودار الباكوش بباب نارا، وتربة سيدي بوخريسين بمدينة تونس. تنظم المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بمنوبة الدورة 22 المهرجان محمد عبد العزيز العقربي للمسرح، وذلك في الفترة الفاصلة بين 22 جوان و 29 جوان الجاري بدار ثقافة بدوار هيشر ومجموعة من الفضاءات الثقافية بولاية منوبة. مهرجان ليالي نابل في دورته الرابعة انطلقت فعاليته نهار الاثنين 25 جوان وتتواصل لغاية 30 جوان 2018 بمسرح الهواء الطلق نابل ودار الثقافة نابل اللي باش يأمنوا العديد من العروض المتنوعة كما مسرحية كواليس، مجموعة يوما، والاختتام باش يكون مع الفنان شريف علوي. يوم السبت 30 جوان الجاري تنطلق الدورة التأسيسية لأيام قرطاج الجهوية للفن المعاصر وتتواصل لغاية 2 سبتمبر 2018 عبر 5 ولايات هي نابل، قفصة، القيروان، صفاقس، وقرقنة. يشارك في الدورة 33 فنان تشكيلي يمثلوا 26 مشروع في اختصاصات متنوعة. السبت 30 جوان حدث فني متميز بعنوان أوبرا عايدة للموسيقار الإيطالي جوسيبي فريدي بالمسرح الروماني بالجم، ونهار الخميس 5 جويليا المقبل بالمسرح الأثري بقرطاج. انتظم الموكب الرسمي لإطلاق العقد العربي للحق الثقافي 2018-2027 نهار الجمعة 22 جوان بمدينة الثقافة بحضور وزير الشؤون الثقافية ومدير عام الأليكسو وعدد من وزراء الثقافة العرب. آه
كي نكون وصلنا معكم لنهايه برنامج الثقافه بلس. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بالفقرات اللي قدمناهم، ان شاء الله زيد نكونوا وفقنا بالاختيارات الثقافيه اللي قدمناهم الليله. في النهايه مقعد اللي باش نقول لكم كان تصبحوا على خير وباي باي.